بيجو بيعملوا العربيه 208 الجديده كان في حاجتين اساسيين مركزين فيهم جدا. اول حاجه طبعا الديزاين، والحاجه الثانيه هي تخفيف وزن العربيه على قد ما يقدروا. بالنسبه للديزاين ال 208 مقارنه بال 207 الموديل اللي قبلها، نلاحظ ان بقى في تفاصيل كتيره قوي في العربيه، اديتها فخامه اكتر وديتيل صغيره جدا، مديها شويه احساس لكجوريوس و يعني سعر اعلى للعربيه بمنظرها من بره مقارنه بال 207، وده خلاها تتحط في شريحه هي ما كانتش بتنافس فيها قبل كده قوي، زي الشريحه اللي فيها السيتروان الدي اس 3 والفيات 500، وبعدت اكتر عن الشريحه اللي هي متعوده تبقى تنافس فيها دايما مع العربيات اللي زي الفولكس واجن البولو والفورد فيستا. بالنسبه للعربيه ابعادها من بره صغرت شويه عن ال 207، لكن بيجو قدروا يستغلوا المساحات جوه بطريقه افضل واذكى شويه، فقدروا يطلعوا اكسترا ليج روم او يعني مساحه للرجلين اكتر من ورا ب 50 ملم، وشنطه العربيه كمان بقت اكبر ب 15 لتر من ال 207. ال 208 من جوه بيجو حاولوا يعملوها بطريقه مختلفه شويه عن بقيه العربيات الخلفيه بتاعتها، فمثلا قالوا ان هم يحطوا العدادات بتاعت العربيه فوق الدركسيون، على اساس ان انت لو انت سايق تبص للعدادات من فوق الدركسيون بدل من نص الدركسيون. هم عندهم اعتقاد ان ده يعني هو ده صح، ان مستوى نظر السواق وهو قاعد بيبقى نفس المستوى بتاع نظر الطريق، فنظريه برضو ان هم عاملين حركه زي كده يخلوهم مختلفين شويه عن بقيه العربيات. العربيه هتنزل بموتور 1600 هورس باور، وهتنزل باثنين موديلين مختلفين، واحد هاي لاين ب 155 الف جنيه، والبيز لاين هيبقى ب 138 الف جنيه. بس اوفرول العربيه مفيش شك ان هي احسن كتير من ال 207 اللي قبلها. الفكره بقى هل هي تقدر تأدي قدام الكومبيتيشن الجديده ولا لا. البيجو 301 عربيه منزلها بيجو في المعرض، والسيتروان سي ليزي عربيه منزلها سيتروان في المعرض. بيجو لسه كاتبين على العربيه كومينج سون، لكن لما رحنا شفنا السي ليزي في سيتروان اوريدي عندهم السباكس جاهزه. العربيه تنزل بموتور 1600 سي سي 115 حصان، ولما سالنا على سعر سيتروان قالوا لنا ان هي هتبقى ب 125 الف جنيه. بس سالت حد من سيتروان ايه الفرق ما بين ال 301 والسي ال زي، قال لي انا ما شفتهاش لسه بس انا اعتقد انه شافها، بس هو بيقول ان هما تقريبا مش هيبقى في نفس يعني مفيش اي فرق خالص، حتى الموتور هيبقى هو نفس الموتور بالظبط. والله الاختيار ما بين العربيتين دول يمكن اصعب حاجه ممكن الواحد يعملها السنه دي الحقيقه، بس انا ممكن احاول اسهل لكم الموضوع شويه. شوفوا مركز الصيانه بتاع بيجو فين، بعد كده شوف مركز صيانه سيتروان فين، بعد كده شوفوا انتوا ساكنين فين، علشان اساسا العربيتين هم تقريبا نفس الحاجه، فاختار العربيه اللي مركز الصيانه بتاعها اقرب لبيتك.